بكرة لازم أروح على الجامعة وأحدد إيش بدي أتخصص. طيب فكرت إيش بدك تدرس؟ أكيد جايب بالتسعين، على الأغلب أسجل هندسة. طب ليش ما تتوجه للتخصصات المهنية والتقنية مثلي؟ بالله شو؟ بدك الناس تفكرني جايب بالستين مثلك وأنا معدلي بالتسعين؟ على فكرة وأنا بدرس في مجال تطوير المواقع كان معي طلاب من المتفوقين في الثانوية العامة، لأنه هاي المجالات مطلوبة بتوفر لك فرص عمل بسرعة. أنا وكل زملائي توظفنا في أقل من 6 أشهر. روح شوف خريجين الهندسة مصفطين بلا شغل، دور على مصلحتك وسيبك من شو بتفكر الناس. عن جد يعني إذا بدرس إشي مهني ما راح أكون أقل من خريجين الجامعات؟ بالعكس، أنت ممكن تدرس وتتطور وتصير تدرس كمان. مثل ما حكيت لك القطاع المهني كثير حلو، أنا كثير مبسوط وراضي أني توجهت لدراسة تطوير المواقع لأنه مجال جديد بالبلد ومطلوب في عصر التكنولوجيا. والله أقنعتني أخي، من بكرة راح أبلش أدور على تخصص بحبه في القطاع المهني.